السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بيكم معاكم مدرسة فاطمة مختار، والنهاردة مع آخر وحدة في منهج الترم الأول، وهي الوحدة نمغو طوغوا، الوحدة الثالثة بعنوان أليكول في المدرسة. يلا نتعرف مع بعض، هندرس إيه في درسنا؟ وزي ما تعودنا بنبدأ مع بعض بكلمات الوحدة. أون فوا كومونسي، يلا نبدأ. وبنبدأ مع الأسماء المذكرة، لي نوم ماسكولان، يعني الأسماء المذكرة في درسنا. أن كور، حصة. لو فولي، الكرة الطائرة. لو باسكت، كرة السلة. لو ماتان، في الصباح. لابريميدي، بعد الظهر. أميدي، الساعة 12 الظهر. لو سوار، في المساء. أن كافي، مقهى. أنو، عام. أن جور، يوم. أن بولوا دو تون، جدول حصص. ان كونجي، عطلة أو أجازة نهاية الأسبوع. ان إليف، تلميذ. ان أوغيي، وسادة أو مخدة. ان رونديفو، موعد أو لقاء. ان آج، عمر. ان ديفوار، واجب. ان يونيفورم، زي موحد. ان ماجازان، محل. ان ريستورون، مطعم. un objet، شيء. un tableau، سبورة. un crayon، قلم رصاص. un problème، مشكلة. le weekend، عطلة نهاية الأسبوع. un professeur، معلم. des espaces، أماكن أو مساحات. un réfrigérateur، ثلاجة. un drapeau، علم. un dessin، رسم. Maintenant avec les noms féminins, دلوقتي مع الأسماء المؤنثة. Une école، مدرسة. Une cour، فناء. Une récréation، فسحة. Une cantine، كانتين أو مقهى في المدرسة. Une matière، مادة. Une professeur، مدرسة. Une élève، تلميذة. Une salle de classe، قاعة الدراسة أو فصل. Une ouverture، افتتاح أو فتح. Une fermeture، إغلاق. Une langue، لغة. Une couverture، غطاء أو بطانية. Une ampoule، مصباح أو لمبة. Une semaine، أسبوع. Une gomme، أستيكة أو محاية. Une journée scolaire، يوم دراسي. Une école préparatoire، مدرسة إعدادية. Maintenant avec les verbes، دلوقتي مع الأفعال. Ouvrir، يفتح. Fermer، يغلق. Remplir، يملأ. Apporter، يحضر. Aimer، يحب. Étudier، يذاكر. Déjeuner، يتناول الغداء. Changer، يغير. Réparer، يصلح. commencer، يبدأ. finir، ينهي. marcher، يمشي. chercher، يبحث عن. maintenant avec les adjectifs، صفات adverb، ظروف المكان أو الزمان. préposition، حروف جر. et expression، وتعبيرات. libre، فاضي أو غير مشغول. en avance، مبكرا أو قبل الميعاد. sur، على. mais، لكن. alors، إذا. seulement، فقط. ne marche pas، عطلان أو لا يعمل. être en panne، عطلان. par jour، يوميا. vide، فارغ. aussi، أيضا. en face، في المواجهة. un cours de sport، حصة تربية رياضية. il faut، يجب. les travaux manuels، حصة المجالات أو الأشغال اليدوية. être en retard، متأخر. cassé، مكسور. par semaine، أسبوعيا. et maintenant avec le document du livre scolaire، مع وثيقة الكتاب المدرسي. طبعا الصورة موضحة ان في طلبة في المدرسة، وعندنا لومبولوا دو تون، يعني جدول الحصص مكتوب باللغة العربية. لا
اقرأ كويس وعليه أسئلة. يلا نحل الأسئلة. Choisis le bon creux. بختار الإجابة الصحيحة. C'est un dessin. الرسم ده كان فيه. Dans une maison. في منزل. Dans une école. في مدرسة. Dans un club. في نادي. طبعا كان dans une école. في مدرسة. Les élèves sont. التلاميذ كانوا فين. Dans la salle de classe. في الفصل. Dans le restaurant. في المطعم. Dans la cour. طبعا هما كانوا في الفناء. Sur ce dessin, les élèves. في خلال الصورة دي التلاميذ كانوا بيعملوا ايه؟ جو بيلعبوا، ترافاي بيشتغلوا، ديجون بيتناولوا الغداء. طبعا هم جو بيلعبوا. Ces élèves sont. التلاميذ دول بيكونوا garçon ولاد، في بنات، ولا في اي garçon ولاد وبنات. طبعا هم كانوا ولاد وبنات. Numéro 5, c'est l'emploi de temps. هذا جدول الحصص لأي مرحلة من المراحل البريباراتوار يعني الإعدادية. هل دو لا بروميير اني سنة أولى، ولا دو لا دوزيام اني سنة تانية، ولا دو لا تروازيام اني ولا سنة تالتة. لو رجعنا هتلاقي مكتوبة بالعربي سنة أولى اللي هي بروميير اني الصف الأول. نمرو بي مي فري أو فو سيلون لو دوكومون. حط علامة صح أم خطأ وفقا للوصفة. دون سيت أمبلوا دو تون إليا سانك كور لو لاندي. هل كان في خمس حصص يوم الاثنين؟ فري صح. Le mardi à 11h35, il y a un cours de dessin. هل كان في حصة رسم؟ لو رجعنا للصورة تاني هتلاقي فوق خطأ. Numéro 3, selon le dessin, les filles jouent au ballon. البنات كانت بتلعب بالكورة. لا، لو بصيت عليها لا. Numéro 4, dans cette école, il n'y a pas de cantine. ما كانش في كانتين. طبعا لا. لو رجعنا برضو للصورة هنلاقي الكانتين. Dans la cour, il y a le travaux d'Égypte. كان في علم مصر. vrai مظبوط. ودلوقتي مع سؤال مكمل معنا من الوحدة اللي فاتت. ولو قلت لك سؤال qu'est-ce qu'il y a dans ton école؟ ماذا يوجد في مدرستك؟ هتجاوبني تقول لي ايه؟ dans mon école il y a، في مدرستي يوجد. قول بقى حاجات سواء كانت اشخاص او اشياء في المدرسة. ممكن تقول il y a des professeurs، في معلمين. il y a des élèves، في تلاميذ. Il y a une cantine, في كانتين. Il y a des salles de classe, في فصول. Il y a une cour, في فناء. Il y a un drapeau, في علم. Il y a un micro, لو الميكروفون. وممكن نقول il y a un gymnase, صالة ألعاب رياضية. يبقى ده سؤال بيكمل معانا ماذا يوجد في المدرسة، وبتجاوب عليه بالحاجات اللي موجودة فين في المدرسة. وحاجة تانية بندرسها مهمة جدا اليوم هي les matières scolaires، يعني المواد الدراسية. لو سألتك سؤال qu'est-ce que tu étudies à l'école، ماذا تدرس في المدرسة، هتقول جاوب عليه تقول لي ايه؟ à l'école، في المدرسة. j'étudie، انا بدرس، هو المادة الدراسية. وبتجاوب بتقول المواد الدراسية اللي انت بتدرسها. عندك لغاب العربي، l'anglais الانجليزي، le français الفرنساوي، les sciences العلوم، les mathématiques الرياضيات، la musique الموسيقى، le sport الرياضة، la religion التربية الدينية، le dessin الرسم، les matières sociales الدراسات الاجتماعية، l'histoire التاريخ، la géographie الجغرافيا. إذن ده كان سؤال qu'est-ce que tu étudies à l'école، بتدرس إيه في المدرسة؟ بتقول je étudie وتقول اسم المادة. أو ممكن أسألك سؤال تاني qu'est-ce que tu aimes comme matière scolaire، بتحب إيه كمادة دراسية؟ تقدر تجاوبني تقول لي j'aime le français، j'aime la musique، j'aime le sport. بحب j'aime، أنا أحب، وهات اسم المادة اللي أنت بتفضلها أو بتحبها. ودلوقتي مع آخر نقطة في درسنا وهي les jours de la semaine، يعني أيام الأسبوع. نقرأ أيام الأسبوع مع بعض. samedi السبت، dimanche الأحد، lundi الاثنين، mardi الثلاثاء، mercredi الأربعاء، jeudi الخميس، vendredi الجمعة. دي كانت أيام الأسبوع. عندي بعض الملاحظات على أيام الأسبوع. لو اليوم اتسبق الأرتيكل ديفيني لو، هذا يعني التكرار. زي ما أقوله vendredi je vais au club، معنى إيه؟ كل يوم جمعة أنا بذهب إلى النادي. يبقى الأداة التعريف هنا جت إيه؟
تدل على التكرار، يعني الجملة دي بتساوي شاك فاندغودي جو بيزو كلوب، يعني كل يوم جمعة أنا بروح للنادي. إذن لو جت قبلها الأرتيكل تعني إيه؟ التكرار. طيب عندنا برضو نقطة تانية، الأسبوع في مصر بيبدأ من يوم السبت. طبعا في بعض المؤسسات عندها السبت أجازة، ولكن الأسبوع في مصر الحاجة الأغلبية إنه بيبدأ من يوم إيه؟ سامدي السبت. والعطلة الأسبوع بتاعتنا سي لو فاندغودي هي الجمعة، يعني إحنا أجازة نهاية الأسبوع عندنا يوم الجمعة، على عكس الأسبوع في فرنسا بيبدأ من يوم لاندي الاثنين. والأجازة بتاعتهم الكونجي في فرنسا بتكون سامدي وديمونش، يوم السبت والأحد. إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات خلص درسنا اليوم، أتمنى يكون حاز على إعجابكم، يكون درس بسيط، وإن شاء الله انتظروا شرح قواعد الوحدة الثالثة على القناة. شكرا لكم، كنت معكم أتخصص فاطمة مختار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.